اليوم كانت عندي جلسة في الدار البيضاء، الجلسة اللي هي داخلة في الملف ديال ولدي، اللي داك الرأي الطبي اللي دار هذاك البروفيسور اللي في الدار البيضاء بطلب من اليوتيوبر اللي في مدينة أكادير. فاليوم كانت عندي الجلسة وحضرت، لكن للأسف خامس جلسة، يعني من شهر، راه تقريبا من شهر. أول جلسة كانت 5 في شهر 1 ولا 2 في شهر 5، من تماك ما كيجي تا واحد، عمر ما حضر تا واحد. يعني اليوم لهاد الجلسه اللي انا جيت من فرنسا وتعذبت، ويعني الله هو اللي عالم بيا، وكان نجي ونحضر لكن تا واحد ما كيحضر، رغم ان الطبيب يعني خدا في شهر 5 الاستدعاء بيد عون قضائي، تم التسليم ديالو لكن ما كيحضرش، وتم الاستدعاء ديالو في سبتمبر في شهر 9، وكذلك ما حضرش يعني الجلسه ديال 23 شهر 9. واليوم الجلسه تاع اليوم ما حضرش، في الجلسه تاجلات 4 في شهر 11 ان شاء الله. و كنقول يعني انا اللي ما عدت منين جيت، كان يعني كنقطع الطرقان ونجي باش نحضر، لان هي المطالبه بالحق المدني، لان الابن ديالي شنو نقول لك، الله ينصرنا، اللهم اني مغلوب فانتصر. هادشي كنقول، انا راه متبعه قضيه ولدي حتى لاخر نفس، حتى يديمو الامانه امانته. الجديد هو هذا، ما حضر حتى واحد. الاستدعاء واخا يعني الطبيب اللي ثاني مره كياخذ الاستدعاء ما كيحضرش، ما كيجيش. بالنسبه للشخص الثاني اليوتيوبر، كان في السجن ودابا خرج، يعني الوضع تغير، فحتى هو ما تسلمش الاستدعاء، ما حضرش، عمره ما حضر. فكنتمنى الجلسه الثانيه يكون اجراء اخر، وكنتمنى ان شاء الله هذاك الشيء يعني في اختصاص المحاميه والنيابه العامه. اكيد يعني ما غنفهمش في هذا الشيء انا بزاف، لكن اكيد ضروري خصها يحضروا، يعني الواحد يعني شكون هما في ملك الله. يعني طالب المحامي الاستاذه الابراهيمي الله يجازيها بخير، يعني ديجا يعني استفتت الاستدعاء المره الاولى ما جاش، يعني توصل بها وما جاش، دازوا 3 ديال الجلسات ولا 4 ما جاش، عاودوا صيفطوها ليه في 3 ديسمبر شهر 9، سبتمبر سمح لي شهر 9 ما جاش. الجلسة الثانية اللي هي يعني الخامسة هي اليوم، يعني واخا توصل هذاك السيد، كتوصل الطبيب الخبير المحلف كي ياخذ استدعاء ولكن عمره ما حضر. فاكيد كاينين اجراءات قانونيه هي اللي غطالب بهم، هي اللي يعني انا ما عرفت شنو الاجراءات اللي غيداروا، لكن كاينين اجراءات اكيد قانونيه، حتى واحد ما فوق القانون. التهمه ديال درنا شكايه بالطبيب وباليوتيوبر، لان في المحكمه الابتدائيه في الحكم الابتدائي واحد المحامي من ديال المتهمين في اخر الجلسه ديال الحكم قال السيد فلان فلاني اللي هو اليوتيوبر راه جاب راي طبي، راي طبي راي غا بحال قلتي ورقه ديال الزريعه وكتبتيها وتواصل معاها في الواتساب، راي طبي ديال واحد الشخص ميت مقتول، اللي عنده تشريح طبي، تيقول مضروب باداه راده، مضروب مقموش بقميش باظافر، مجرور جر الاسد، بزاف ديال الحوايج، ما خالي من الكحول والمخدرات، ما شاربش، محتوى المعدة الطعام. هذاك السيد اللي ما عنده اول حاجه، بعدا ما عنده حتى علاقه بينا، يعني هذاك السيد ما من عائلتي، ما من عائلته، ما كنعرفو، ما نعدوته، ما هو عدو، يعني غير كيدير فيديوهات على المتهمين وكيمدح فيهم ويشكر فيهم وكيسب فينا ويشتم فينا حنا، ما كاين باس، درت به شكايه. الوغ دابا شنو هي الشكايه اللي درت به؟ هذاك الراي الطبي اللي غيولي يوتيوبر غادي يطلب يعني واحد البروفيسور في كازا، لان البروفيسور كاين في كازا. داكشي علاش فاش درنا الاستدعاء، فاش درنا الشكايه عفوا، درناها في الدار البيضاء، لان الطبيب المكان الاقامه ديالو الدار البيضاء. فالشكايه اللي درنا في يعني في المحكمه الزجريه عين سبع، دارت ليه متابعه، قلت لك يعني راي طبي وبدون امر قضائي، هذا الطبيب ما انتبهتوش محكمه ولا نيابه عامه، دار راي طبي
وبعثوا صيفطوا لليوتيوبر، وهذاك اليوتيوبر خرجها وعطاها للمحامي ديال المتهمين، وتحطات بقدره قادر في الملف الابتدائي تحكم فيها. يعني ماشي هو التعليل، يعني بحال تشار ليها تحكم بها، واستئنافيا كذلك. ودابا راه حنايا في هذا، لان ما عندوش الحق، طبيب ما شافش ولدي، ما شرح ولدي، ما عين جوتا، ما شاف جوتا، هو في الدار البيضاء ولدي الله يرحمه مات في اكادير، وتقول عليه سكران، وهو خبره خارجه، يعني الاطباء اللي شرحوا ولدي الله يرحمه، يعني خبره خارجه، وشكون اللي طلبت بها؟ النيابه العامه ماشي انا، فيها خالي من الكحول والمخدرات محتوى المعده الطعام، وتجي انت وتكتب بان راه كان سكران، وتقول اه ممكن يكون طح، وهذا الشيء بدون امر قضائي. اش دخل هاد الناس في القضيه ديال ولدي؟ يعني الناس داروا هادشي بيناتهم، بيناتهم بدون تدخل النيابه العامه؟ لا، بدون امر قضائي. هذا الراي الطبي دار، هذه الورقه الدريه اللي كنقول لها انا، دارت بدون امر قضائي، وتحطات، وقف المحامي تنعقل في الابتدائيه، الحكم الابتدائي وقف، عندنا واحد راي طبي جابوا فلان فلاني اليوتيوبر، والله سيدي راه كلشي عارف، راه انا صيفطهم لك دابا في الواتساب، راه عند الناس كاملين. اه، وتحطات وتحكم بها، تشار ليها وتحكم بها ابتدائيا واستئنافيا. انا راه ما كنتش فاهمه في الاول، انا تعصبت سمعت كيفاش راي طبي من تثبت ولا محكمه، لا لا, 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 لا بدون امر قضائي. وهذا الطبيب حتى هو بلا عجز كتب في الواتساب وصيفطها لصحيبه، وفعلا فاش سمعوا ليه البوليس، الشرطه فاش استدعاوه هنايا هنا البوليس فاش تحطينا الشكايه، قال لهم اه فعلا انا نتواصل معايا اليوتيوبر وصيفط ليا غير في الواتساب وجاوبته. وحنا دابا حنايا واحد ميت ومقتول، غادي نكتبوها في الواتساب ونعطيك الراي ديالي، ها كيفاش مات؟ ونبنيو عليه حكم، ونخليو خمسه ديال ولا سته ديال، لانك هناك شخص سادس كاين في الخبره، ماشي غير خمسه اللي كانوا، راه سته يعني اللي قاتلين ولدي، وغادي نخليهم متلوقين. وواحد السيد مسكين مات بريء، تحرم من الحياه، تحرمنا منه، حنا رضينا بقضاء الله وقدره، انا رضيت بقضاء الله وقدره، الحمد لله على كل حال. هاد الابتلاءات اللي على راسي الحمد لله رضيت، لكن الظلم صعيب، يمكن انا الظلم هو اللي وربي اللي مخليني واقفه حتى لدابا، ما نكذبش عليك انا عييت، لكن ربي مقويني. اما انا عييت وكنتمنى الانصاف، نكمل حتى الاخر، شي تظلمت او تنصفت في المرحله مرحلة التقاضي راه باقي، راه حنا يعني النقد يلا تعين 7 9، والجلسة باقي عطاونا سمية الهيئة وكل شيء، يعني كل شيء خرج، هاد الشيء غير اليوم دابا غادي يعطيونا الجلسة، إمتى غتكون الله أعلم، يعني باقي متبعي الملف، مية 7 9 خرج النقد، ونتمنى حتى حاجة ما بعيدة عند الله، ربي قادر يوقف لينا ناس نزهاء اللي تيخافوا الله، اللي كيخافوا على ولادهم، اللي ما كيبغوش الظلم، لان ربي حرم الظلم على نفسه اما بالك على عبده، وكنقول ربي ينصرنا، هذا ما نقول. عندي احساس، عندي احساس، ما شوف احساس عطيه لي الله بان يقدر يكون خير. انا عييت، راه قريب نكمل ولدي 3 سنين، ولكن ما نكذبش عليك عييت، عييت بزاف، راه ماشي راه صعيب عليك، كتجيك في صحتك المسافة غدا جاية طالعة، وكتقلبي غير على العدل والإنصاف، ما مطالبة بتا حتى شي حاجة، بغيتي العدل والإنصاف، وبغيت اللي قتلوا ولدي ياخذوا الجزاء ديالهم، ونتمنى يكون خير. ما بقيتش غنتصدم شي دابا، غير واحد الحاجة ما بقيتش، ماشي كيف موقع ليا لو 24 أفريل 24 في شهر 4 فاش الحكم الاستئنافي، كانت عندي صدمة ومرضت، مرضت ورا الضر، ما تيبغيش ربي حرم الظلم على نفسه وما بالك على عبده، فصعيب الحال. انا غنكمل كما قلت لك، تنصفت الحمد لله، ما تنصفتش الحمد لله، لكن نكمل داكشي اللي عليا باش ولدي ما يقولش ماما تخلات عليا وبقات اخر نفس، والحمد لله. ودعيوا معايا اخوتي المغاربه، محتاجه الدعوات ديالكم. الله يخليها لي بنيتي، والله يرحم ولدي، ولدي عزيز. عرفتي شنو هي اصعب حاجه؟ هي تفقد ولدك. كنتمنى ديما كنقولوا، كانت كيقولوها الوالدين، نتمنوا يعني والدينا تيقولوا نتمنوا ولادنا يدفنونا، ماشي حنا ندفنوهم،
ما كنتمناوش ندفنوا حنا ولادنا، هما يدفنونا، لكن ربي كتب لي هادشي. الحمد لله الحمد لله، الله يرحم وليدي في هذا النهار. يا اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.